السلام عليكم، معكم الدكتور عمر وليد مندني، اختصاصي جراحة عظام مفاصل وطب رياضي. اليوم احنا موضوعنا عن اكثر الاصابات الرياضية انتشارا، خاصة عندنا احنا في المنطقة هذه، لان لعبة كرة القدم من اكثر المناطق، فحبينا نتكلم عنها في برنامجنا سبورت كلينيك. هي اصابة الرباط الصليبي والغضاري في الركبة. راح نبتدي نتكلم عن الرباط الصليبي. لماذا سمي الرباط الصليبي بالصليبي؟ لأنه عبارة عن رباطين الأمامي والخلفي، وموجودين على شكل متصالبين، والأغلب إصابة هو الرباط الصليبي الأمامي، اللي من أكثر شكوى الرياضيين تكون منه. طبعاً إصابة الرباط الصليبي تكون عادة من التواء أو التفاف الركبة في أو دخول عنيف على الركبة، أو مثل يكون مع اللاعبين إنه يشوت الأرض، أي التفاف للركبة مع الضغط عليها بالأرض يسبب قطع للرباط الصليبي. غالبا مع قطع الرباط الصليبي يكون عندنا جرح او اصابه للغضروف، غضروف الركبه. طبعا عندنا للركبه غضروف الداخلي والغضروف الخارجي، ومع الرباط الصليبي عاده يكون الاصابه للغضروف الخارجي. بينما الاكثر اصابه من الغضاريف هو دائما الغضروف الداخلي. الرباط الصليبي هو عبارة عن الأمامي طبعاً، حتى أيضاً الخلفي، عبارة عن شريطين اللي هو الباند تو باندلز. ففي حال تم قطع أحد من هذه يظل عندنا جزء ثاني يثبت لنا الركبة، فممكن يعتمد عليها المريض ونسميها قطع جزئي، بارشل تير. في هذه الحالة شلون نتم احنا تشخيص ان المريض عنده قطع في الرباط الصليبي؟ اولا يجينا المريض في العيادة، نتم فحص الركبة، من بعد ما نسمع شكوته الكلينيكية، بعد لما يجينا المريض وهو يتكلم ويشتكي إذا كان في قطع في الرباط الصليبي، من أكثر الشكوات اللي تيجي من المريض أنه يقول أن الركبة انتفخت عنده بعد ما كان مثلاً قاعد يلعب كرة أو التفت ريلة أو صار معه أي موقف، وغالباً هذا يصير 70% من المرضى. والشكوى الثانية اللي فيها المريض يقول وأنا قاعد أمشي أحس أن ريلي قاعد تتفلت معي، أن الريل ما أتشيله. فنبلش بعدين مع الفحص السريري، ويوجد فحصين لل طبعا الفحوصات كثيره، لكن الفحصين اللي يعطونا التاكيد ان الرباط الصليبي مقطوع اذا سويناهم وشفنا النتيجه ايجابيه، بس مرات ان تكون الركبه متفوخه ما تعطينا النتيجه، فاحنا نحاول ان ناكد فحصنا عن طريق الاشعه. كيف نقدر ان احنا ناكد ان تشخيصنا ان الرباط الصليبي مقطوع بعد ما خلصنا الفحص السريري عن طريق الاشعه؟ طبعا ممكن نسوي الاشعه السينيه، الاشعه العاديه، وغالبا ما يبين فيها شيء، لان الاربطه والغضاريف ما تبين معنا الا عن طريق الرنين المغناطيسي.
ففي حال الأشعة السينية راح تفيدنا إذا كان هناك نوع من أنواع قطع الرباط الصليبي اللي يكون ساحب معاه جزء من العظام، فهذا النوع راح يبين معي بالأشعة. وحتى الأشعة اللي احنا نسميه الـ CT scan ممكن يفيدنا في هذا الموضوع، بينما التشخيص الأكيد ونقدر نقول ما يصير كونفيرم على أن الرباط الصليبي مقطوع وأكد تشخيصي إلا عن طريق الرنين المغناطيسي. عن طريق الرنين المغناطيسي يعطيني صورة كاملة واضحة عن الأنسجة اللي موجودة داخل الركبة، فراح يبين لي وضع الرباط الصليبي الداخلي الأمامي والخلفي ووضع الغضاريف والأربطة الجانبية. لأن مثل ما قلنا بالبداية أن مع قطع الرباط الصليبي غالباً يصاحب معه إصابات أخرى من الأربطة الجانبية للركبة أو من الغضاريف. بعد ما يتم تأكيد التشخيص عن طريق الرنين المغناطيسي، كيف نعالج قطع الرباط الصليبي؟ طبعاً كبداية العلاج احنا عندنا علاج التحفظي والعلاج الجراحي. ومن هم الناس اللي نختار لهم العلاج التحفظي؟ طبعا في ناس ممكن اللي احنا نسميهم الكبار السن اللي هو ما هو محتاج حق رباط الصليبي وركبته ثابتة وما هو رياضي ومو اكتف اللي هو مو كثير الحركة، هذول من الناس اللي ما احنا محتاجين ان نسوي لهم عملية الرباط الصليبي. بينما إذا كان المريض صغير في السن ورياضي أثليت يبي يتحرك يبي يمارس رياضته، وهم هذول الناس اللي احنا راح نسوي لهم عملية الرباط الصليبي. لكن قبل العملية علاجنا هو ان احنا ندز المريض يسوي علاج طبيعي، تقوية للعضلات الرباعية، تقوية لعضلات الحوض والركبة، عشان ما بعد العملية المريض راح يصير لفترة يعني يظل بالسرير من غير الحركات، ما يقدر يتحرك بالكامل، فممكن هذه تسبب ضمور. عشان نستفيد من العملية وعشان ناخذ أحسن نتيجة فيها يحتاج المريض يروح يسوي جلسات العلاج الطبيعي وتقوية العضلات، وبعد ما يخلص المريض جلساته نسوي له عملية العلاج الجراحي. عملية العلاج الجراحي طبعا تكون عن طريق المنظار، زائد غير فتحتين المنظار اللي راح ندخل فيهم عشان نرد الرباط، راح يؤخذ من المريض من أربطته اللي موجودة من جسمه ونشكلهم مثل الرباط الصليبي الأمامي ونركبها عن طريق المنظار داخل الركبة. شنو أكثر الأشياء اللي ممكن تكون احنا نسميها الكومبليكيشن، المشاكل اللي تصير ما بعد عملية الرباط الصليبي، وهل النتائج راح تكون مفيدة؟ إذا يعني في مرضى يسألون دكتور تنصحني أسوي العملية ولا ما أسوي العملية؟ ونفس ما قلنا يعتمد على طبيعة المريض وعلى هل المريض رياضي راح يرد يمارس الرياضة ولا لا. لأن إذا كان الرباط الصليبي مقطوع وما سواه ما سوى العملية الجراحية راح يصير في وراح يرد يمارس رياضة، راح يصير فيه تقطع في الغضاريف والخشونة المبكرة للمريض قبل تصير فيه قبل أوانها، بسبب أن ما في عندنا أربطة تمسك الركبة وتثبتها لنا، فيصير هذا التقطع في الغضاريف. فبالختام عملية الرباط الصليبي وتقطع الغضاريف يعتمد على شكوى المريض نفسه مو على الأشعة نفسها، والمريض نفسه هو اللي يحددها إذا كان هو محتاجها ولا لا بعد الفحوصات. ويعطيكم العافية وما تشوفون شر إن شاء الله.